في إطار محاربة ظاهرة الهجرة الغير شرعية عبر البحر، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقديل من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تدبير وتنظيم رحلات الهجرة الغير شرعية عن طريق البحر، مستعملين في ذلك قوارب النزهة. هذه الشبكة متكونة من شخصين يبلغون من العمر ما بين 23 إلى 26 سنة وينحدرون من ولاية وهران، بحيث تم توقيفهم على مستوى الشاطئ الصخري دار الغاز قرية كريشتر، وأسفرت العملية عن حجز قارب صيد وزورق مطاطي، حجز محركين بقوة 9.69 حصان بخاري، حجز مولد كهربائي، كما تم حجز 25 صفيحة بنزين سعة 30 لتر كانت مموهة بأكياس بلاستيكية، وحجز سترتين نجاة. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة.